طب ما مدى انتشار المخدرات على مستوى العالم؟ في زيادة كبيرة في استهلاك المخدرات على مستوى العالم لعدة أسباب. أولاً هناك يعني حرب شرسة من التجار في المخدرات للترويج للمخدرات، للترويج لفكرة مثلاً أن القمبيات والحشيش غير لا يؤدي للإدمان. فأصبح هناك انحسار في الوعي بمخاطر ده على خلايا المخ وعلى الصحة العامة. أيضاً هناك أنواع من المخدرات المخلقة اللي معامل كثيرة غير شرعية بتعمل على إنتاجها وهي وبيدخل فيها خطيرة مواد أيضا كيماوية. جدا. في أيضا إقبال على الأدوية واستخدامها استهلاك واستخدام غير طبي. أيضا طبعا في دول كاملة فيها زراعات كثيرة جدا، وبنجد إن زراعات المخدرات بتزيد طبعا حينما تقل السيطرة على الحدود وحينما يقل السيطرة والاستقرار في الدولة. فبنجد مثلا إنه في زيادة كبيرة جدا في زراعة المخدرات في دولة زي أفغانستان لما تعانيه من عدم استقرار، وبنجد في دول في أمريكا اللاتينية أيضا الكثير من المناطق اللي بتسيطر عليها جماعات من جماعة الإرهاب بالتحديد جماعات جريمة والجريمة المنظمة. منظمة بتسيطر عليها، فما فيش سيطرة كاملة واستقرار وأمن في هذه الدول، فطبعا بتكون فرصة زي ما قلت لحضرتك لقوى الشر اللي تتعاون.